من الكاميرون عبر زوم الزميل العزيز المميز دوما حسن ونيما، يقول لنا أخبار وكواليس ما بعد حصول محمد صلاح على ثالث أفضل لاعب في العالم في جوائز ذا بيست. حسن صباح الخير، مشرف ومنور كالعادة. من العاصمة الكاميرونية يا وندي، صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدينك الكرام. يعني الحقيقة أنا هاخد من آخر كلمة أنت قلتها، إن حد يجي يقول محمد صلاح ما بيعملش حاجة لمنتخب مصر. طيب خليني أنا بقى أرد على اللي حصل النهاردة. محمد صلاح النهاردة المفروض إن كان على موعد مع واحدة من أكبر الجوائز، إن لم تكن الأكبر على مستوى العالم وفي التاريخ ذا بيست. أي لاعب في العالم يتمنى إنه يكون موجود من اللعيبة المرشحة. محمد صلاح النهاردة ما حسسناش داخل معسكر منتخبنا الوطني إن النهاردة في حفلة أساساً، عشان كان عاوز ما يشتتش تركيز زملائه داخل معسكر منتخب بلده. يعني الحقيقة منذ الصباح الباكر موجود جوه معسكر منتخبنا الوطني الجاليات العربية، الجالية المغربية، لأن طبعا المنتخب المغربي متواجد معانا في معسكر منتخبنا الوطني بنفس فندق منتخب مصر ومنتخب المغرب، موجودين في نفس فندق الإقامة في ياوندي هنا. والحقيقة الروح جميلة ما بين المنتخبين، كل الجاليات. يا صلاح ربنا يكرمك وربنا يوفقك النهاردة في حفلة ذا بيست، بيقول لهم أنا تركيزي مع منتخب مصر. أثناء الحفلة، من قبل الحفلة ما تبدأ النهاردة، كان محمد صلاح موجود في الملعب الفرعي لأحمدو أهيجو، الملعب الفرعي اللي كان بيستضيف تدريبات منتخبنا الوطني. ولما الحفلة بدأت كان أتوبيس اللعيبة كان بيتجه من ملعب التدريب راجع لفندق الإقامة. كلنا بقى تخيلنا أن صلاح هيطلع أوضته وهيلبس البدلة وهيخش على الزوم أو واتيفر التطبيق اللي هم بيستخدموه عشان يحضر الحفلة إلكترونيا، وجئنا محمد صلاح نازل من الأتوبيس متجه على طول على المطعم برفقة زملائه، زيه زي أي واحد من اللعيبة، ورايح بيتعشى مع زمايله بيتناول وجبة العشاء. الحقيقة يعني هو مش عاوز يشتت حتى زملائه عن تركيزهم عن مباراة السودان، وده في الوقت اللي احنا شايفين نجوم كبيرة في منتخبات كبيرة بيتنصلوا وبيتهربوا من تمثيل منتخب بلادهم. فتخيلوا واحد نجم عالمي زي محمد صلاح مش عاوز يشتت تركيز زملائه خالص ولا يحسسهم ان في اي حاجة غير طبيعية. بالتأكيد ده موقف تاريخي بيثبت انه محمد صلاح هو واحد من اللاعبين الوطنيين اللي بيحبوا بلدهم، وده موقف بالتأكيد اكتر من رائع. خليني اقول لك كمان، اجواء منتخبنا الوطني النهاردة حالة من التركيز داخل المعسكر وداخل فندق الإقامة منذ الصباح الباكر، كل اللاعبين مركزين. الصبح كان في تدريب خفيف على ملعب التنس داخل فندق الإقامة، بعدها كان في محاضرة فنية ونفسية من كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني. وخليني أقول لك الكواليس الحقيقية اللي قالها كيروش للاعبين بالحرف الواحد داخل هذه المحاضرة، قال لهم ما تفكروش إحنا هنلاعب مين في دور الستاشر، هنلاعب غينيا، هنلاعب سيراليون، هنلاعب الجزائر، واتيفر الفرقة اللي احنا هنلعبها، انتوا منتخب مصر، انتوا اكتر منتخب على مر التاريخ فاز ببطولات افريقيا، وبالتالي البطل وروح البطل ما تفكرش هلاعب مين، اي حد هلاعبه هكسبه، ما فيش مشكلة، عندي روح المكسب لأي فريق طالما انا عندي الرغبة في البطولة. احنا شايفين انه البطولة من اولها لاخرها كلها مفاجآت، شايفين المنتخبات اللي كانت بنعتبرها منتخبات ما نقدرش نقول عليها صغيرة، ولكن من المنتخبات الغير مصنفة بتكسب المنتخبات اللي هي حاملة اللقب زي المنتخب الجزائري الشقيق، والمفاجأة من العيار الثقيل بهزيمته من المنتخب الغيني بالأمس. بالتأكيد كلنا زعلنا على هزيمة المنتخب الجزائري الشقيق، بنتمنى له كل التوفيق بالتأكيد، ولكن كل النتائج خارج التوقعات. قال لهم هنلاعب أي فريق لازم إن احنا يكون عندنا روح المكسب وروح الفوز. وبالحقيقة أنا لمست داخل معسكر منتخبنا الوطني يا كريم، يعني كل اللعيبة الحقيقة متحملة للمسؤولية وعارفين المسؤولية، إنه في 100 مليون مصري عندهم حلم كبير إن هم يرجعوا بالكاس من الكاميرون، ومفيش حاجة بعيدة. كمان حالة من الارتياح بقى داخل معسكر منتخبنا الوطني بعد ثبوت سلبية كل مساحات كورونا بفضل الله للمباراة الثالثة على التوالي. ما شاء الله، ربنا يا رب يكملها لحد آخر البطولة بهذا الشكل، ويكون كل لاعبينا دائما سلبي كورونا. منتخبنا الوطني هيكون كامل بكره باذن الله بدون اي اصابات، باستثناء طبعا المصابين، ولكنها اصابات عضليه وليست بفضل الله. حسن كورونا. عايز اسالك بعد كمين. اذنك، مين بكره المساك الثاني جنب حجازي، محمود علاء ولا محمد عبد المنعم؟ اللي انا شايفه من خلال رؤيتي للتدريبات ومعايشتنا لمعسكر منتخبنا الوطني، انا شايف انه محمود علاء
دخل في الصوره بشكل كبير وبيحوز على اهتمام خاص جدا في التدريبات، وفي تدريبات خاصه ليه من كارلوس كيروش. حتى النهارده كان في احاديث كده جانبيه ما بين كيروش وما بين محمود علاء، وده اللي بياكد ان هو الاقرب انه يكون المساك الثاني جنب حجازي. ولكن يعني خليني اقول لك كده، ملامح التشكيل اللي احنا شايفينها داخل التدريبات النهارده هيكون محمد الشناوي لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر هيبدا بايمن اشرف طبعا ناحيه الشمال بعد اصابه احمد فتوح وتاكد عدم لحاقه بالمباراه المقبله امام السودان، لانه طبعا الاشعه وضحت انه يعني عنده شد في الساق، وبالتالي الجهاز الفني بيفضل انه ياخد وقته في الاستشفاء حتى يتم استشفائه، حتى يتم شفائه تماما. كمان هيكون قلبي الدفاع حجازي ومحمود علاء، وهيكون ناحيه اليمين الاقرب هيكون عمر كمال عبد الواحد، ثلاثي الوسط الحقيقه، وده المركز دايما المحير بالنسبه لكيروش. انا شايف ان احمد سيد زيزو دخل في الصوره ودخل في الاهتمام، ممكن يلعب في مركز 8 جنب السوليه اللي مؤكد بنسبه كبيره جدا انه هيبدا بيها، بيبدا بالسوليه المباراه بجوار محمد النني. الثالث رقم 8 هيكون احمد سيد زيزو كاساسيا من بدايه المباراه، او محمود حسن تريزيجيه، ولكن زيزو هو الاقرب. كمان الخط الهجومي هيكون ثلاث لاعبين اعتقد لا خلاف عليهم اللي بادئ بيهم دايما من اول البطوله، صلاح ناحيه اليمين ومصطفى محمد في القلب، ويكون ناحيه الشمال حسن عمر مرموش. حسن انا دايما بشكرك، ودايما كواليس عظيمه جدا، ودايما ادائك رائع جدا في الكاميرون كعدك. انا بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز حسن غنيمه من الكاميرون، شكرا جزيلا كالعاده مميز.